السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج سياقات. بعد انطلاقة الجلسات التمهيدية للتشاور الوطني بمشاركة 25 حزبا سياسيا وبعض مرشحي الرئاسيات، ما هي حظوظ هذا التشاور في النجاح؟ ما هي الأجندة التي يريدها كل من المعارضة والأغلبية من هذا الحوار؟ وما تأثيره أي الحوار على العملية السياسية والتطور الديمقراطي في موريتانيا؟ يسعدنا إذن للحديث عن تحديات هذا الحوار وفرصه وفرص نجاحه أن يكون معنا السيد صالح الحنانة رئيس حزب الاتحاد والتغيير حاتم، والسيد صغير العتيق نائب برلماني عن حزب التحالف الشعبي التقدمي. مرحبا بضيفي الكريمين. سيد رئيس صالح، ما رأيكم في الجلسة الأولى أو الجلسات التمهيدية أو الانطباعات التي خرجتم بها من هذه الجلسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يمكن أن نقول أن الجلسة الأولى كانت متميزة، خاصة من خلال حضور جميع الطيف السياسي المعتمد لدى وزارة الداخلية، يعني الأحزاب المعترف بها، وإضافة المرشحين السابقين في الانتخابات الأخيرة الرئاسيات باعتبارهم يمثلون طيف سياسي أيضا. هذه الجلسة الأولى طبعها قدر كبير من الود والأريحية، وهو ما يجعلنا نطمئن بشكل جدي على مستقبل هذا التشاور أو الحوار كما يسميه البعض. لا شك أن تحديات كبيرة، وهذا التشاور أو هذا الحوار كان مطلب منذ فترة طويلة، وكل القوى السياسية حريصة على أن يعطي النتائج المرجوة. هذا ما نأمله، وهذا ما يتضح حتى الآن من إرادة كل من شملتهم الاتصالات الثنائية والجماعية. طيب سيد رئيس، هنالك ربما الرأي العام تصور أنه انطلقت أن الحوار انطلق أو التشاور انطلق بالفعل، ولكن ما أعلن عنه هو جلسات تمهيدية أو جلسة تمهيدية سيتمخض عنها أو تتمخض عنها لجنة تحضيرية. هذه اللجنة التحضيرية ستحدد الأجندة وتحدد الآلية. ألا يعني ذلك أن في الحقيقة الحديث عن انطلاق التشاور هو أمر سابق لأوانه؟ طبعا هذا واضح جدا، وللأسف هو يبدو أنه خطأ شائع لدى البعض أنه يعتبر أن التشاور قد بدأ. نحن في الأغلبية كما الإخوة في المعارضة، انطلاقا من التجارب السابقة الحاصلة في هذا المجال، ارتئينا أن يتم التحضير لهذا الحوار بشكل جدي حتى لا نقع في الأخطاء السابقة. ونحن حتى الآن في بداية هذا التحضير، ولا أعتقد أن الحوار سيبدأ إلا بعد شهر أو أكثر من شهر، لكننا حريصين أن هذا التحضير يتناول القضايا الجوهرية التي يمكن يؤسس عليها لمثل هذا الحوار، نظرا لأهمية هذا الحوار ونظرا أيضا لما يتطلع إليه الكثير من الموريتانيين من نتائج لهذا الحوار. وبالتالي لا بد أن يكون التحضير متقن، ولا بد أن يكون شامل حتى فعلا ندخل التشاور أو الحوار ونحن مهيئون بالشكل المطلوب للخروج بالنتائج المرجوة. طيب طبعا اتفق الحاضرون في الاجتماع الماضي على تشكيل لجنة تحضيرية، هي من سيتولى التحضير الحقيقي للحوار. مهمة هذه اللجنة حتى تكون الأمور واضحة، هذه اللجنة التي سيتم تشكيلها لاحقا من خلال التشاور الثنائي بين الأطراف السياسية أغلبية ومعارضة، مهمة هذه اللجنة أولا هي تحديد المشاركين في هذا الحوار. وهنا أنبه إلى أن البعض بدأ يتضايق من عدم دعوته لهذا وكأن هذا هو الحوار، هذا ليس حوار، هذه جلسة دعيت لها الأحزاب المعترف بها لدى وزارة الداخلية لوضع أساس الحوار. مهمة اللجنة التي ستشكل لاحقا هي وضع لائحة أو قائمة بالمشاركين في هذا الحوار. هذه القائمة ستشمل كل الطيف الوطني من منظمات مدنية، من نقابات، من شخصيات وطنية، من شخصيات علمية، من علماء إلى آخره. طيب. مهمة هذه اللجنة هي وضع هذه اللائحة، وأعتقد أنها ستكون حريصة على أن لا يتم إقصاء أي كان ممن قد يفيد في هذا الحوار. مهمة هذه اللجنة ثانيا هي وضع التوقيتات لهذا الحوار، أجندة زمنية إلى آخره. مهمتها أيضا تحديد محاور الحوار،
سواء كانت محاور سياسية، محاور اقتصادية، محاور تتعلق بالوحدة الوطنية، محاور تتعلق بالحكام الاقتصادي إلى آخره. هي هذه اللجنة هي من سيحدد هذه المحاور بشكل متفق عليه بين الأغلبية والمعارضة. بعد ما يتم تحديد كل هذه الأمور سيتم استدعاء طبعا المشاركين للحوار الحقيقي. أما نحن الآن فنحن لسنا بصدد حوار، نحن بصدد تهيئة هذا الحوار. طيب سيد النائب، أنتم في حزب التحالف الشعبي التقدمي ضمن بعض أحزاب المعارضة طالبتم فترة سابقة في بعض التطمينات التي ترون أنها ضرورية، أو بعض الشروط التي ترون أنها ضرورية لانطلاقة الحوار. ما رأيكم في انطلاقته أو انطلاقة جلسات التشاور الآن؟ ولماذا هنالك من تساءل أيضا عن أسباب غياب الرئيس مسعود عن الجلسة الافتتاحية وغيره أيضا من بعض زعماء المعارضة؟ هل هذه رسالة؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. على أي حال، أنا لا نفس الشيء قال الرئيس صالح الحلنة، بل أنه أي جلسات تمهيدية لتهيئة المجال أمام الحوار والنقاش الحقيقي، وفعلا لا بد من شد الأخبار بالكامل، إياك تخرج المواضيع المهمة والأساسية، رغم أن قاع ما في الموضوع ما هو مهم يغير على أساس العناوين الكبرى اللي تدخل تحت عناوين جزئية. وكذلك هم اللي شد جميع الطبقة السياسية، وفعلا الأسبقية الأحزاب اللي عندها الشرعية عند وزارة الداخلية، كذلك المجتمع المدني بصفة عامة، خصوصا النقابات اللي يلعبوا دور كبير ومهم وأساسي، وبعض المنظمات الحقوقية والمنظمات المتخصصة كذلك هم اللي يجب أن يعود رأيها حاضر حتى ولو في الجلسات التمهيدية للحوار. لكن المهم توسيع الدائرة في تشمل الجميع، لكن هم اللي المهم، بل أنه ما هو التوسيع من أجل التمييع، يجب أن تعود الأمور مدروسة ودقيقة، وتعود لها تخرج لا بنتائج مهمة ومفيدة، وتعود على الأقل ما تلينا نرجعوا للنقاش في المواضيع ولا طرحها على الأقل من عقدين أو ثلاثة عقود، يعني تطرح شبه استشراف وتنبؤ بمستقبل للقضايا، وينطرح لها ذاك اللي يا الله وينطرح لها. فيما يخص التحالف الشعبي التقدمي، ما غاب عن الجلسات التمهيدية به اللي مش ممثل من المكتب التنفيذي، والرئيس يقدر عنده انشغالات كيف عند بعض من الزعماء والرؤساء، ولو كان غياب يعني غياب نهائي ما كان جه حد هم يمثل عن الشعب التقدمي. وفعلا التضمينات او المطالبات اللي مطالبين نحن بها في التحالف الشعبي التقدمي واسع عن الموريتانيين كامل والاحزاب السياسيه سواء كانت في الاغلبيه او في معارضه ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الفاعله والعلماء والفقهاء والمثقفون والاحرار اللي في افكارهم اللي قاع ما ينتمى لاي حزب مطالبين به، مطالبين بان موريتانيا يجب ان تاخذ الدوامه، دوامه كل سنتين والله 3 سنوات والله 4 سنوات لابد لما تقبل فتره من الزمن تخص تعطل فيها العمليه كنا تعدى الحوار. تعدى الحوار اللي ترجع لنفس طرح المواضيع الماضيه، اللجنه الوطنيه المستقله للانتخابات، حكامه اقتصاديه، مشكل العبودية ومشكل الإرث الإنساني ومشكل كذا ومشكل كذا. هاي المواضيع يجب أن تندرس ويجب أن تواجه بدقة بشجاعة وبفاعلية وحقيقة اللي تخدم المجتمع، ولو حقيقة المجاملة أو حقيقة الوقت أو حقيقة كسب الوقت أو المراوغة، يجب أن تناقش تنطرح على الطاولة وتفرفر، وذا اللي خلق فيها يا الله يبين، وذا اللي قال منهم اللي يا الله يبين، ويا الله تعمل المجتمع وتعمل الدولة على تنفيذه وعلى تطبيقه، ياك المدى تتجاوزه لا يعود لها دائما عرقله في المسار التنموي، ولا حتى في المسار الديمقراطي، ولا حتى في مسار او يخدش في الوحده الوطنيه. طيب. او التنميه الاقتصاديه، وبالتالي من المواضيع يجب ان يواجه هذا الحوار بياسر من الشجاعه، بياسر من القوه،
خصوصا أن هذا الحوار عنده عامل قوة أخر كبير اللي هو هذا الحوار في ذي الفترة بالذات به اللي جميع القوى السياسية اليوم ما فيه حد ما هو متوجه شرط الحوار وماشي فيه حسب بعد علمي ما نعرف. ثانيا مولي عن رئيس الجمهورية بكل صراحة وبكل صدق أعطى قدر من الانفتاح والتصنات والاستعداد حتى تطبيق ذي النتائج، معناها أنه جو أساسي ملائم، جو مهم، مناخ مهم لمناخ تهدئة، ما في تصعيد من جهة، لا منظمة حقوقية ولا نقابة ولا حتى أحزاب سياسية، معناها أن الجو اسمح لي ملائم. أنت قلت ما فيه تصعيد، قبل أسابيع قليلة تحالفات المعارضة منسقية أحزاب وتحالفات المعارضة اللي من ضمنها التحالف الشعبي التقدمي أصدرت بيانات كانت قوية في لهجتها، حتى الرئيس مسعود نفسه أيضا ما في تصعيد أصدر. فهم ما في تصعيد البيانات فعلا يا غير ما نقدر نشوف اليوم مظاهرات قوية ولا نقدر نشوف عصيان مدني على سبيل المثال، والبيانات فعلا مهمة بها اللي تنبيه، معارضة مهمة بها اللي تطرح، مهما كان مهم بها اللي نبه السلطات، والسلطات يجب أن تعمل بالجانب الإيجابي ما هو الجانب السلبي. إذن يعني السلطات حتى أن ذيك البيانات كاملة أنا شايف بأن السلطات قابلتها ما هو بالتجاهل. في البعض اللي ردت عليه ردها الصحية كانوا مقنع، وأننا نحن والله ما هو مقنعنا ذيك مسألة أخرى، المهم أنها تعاملت معه، هو المهم التعامل، ويعود التعامل ما هو السلبي، أن تصدر أي رواية يلا تعامل بها. إذا صدرت هذه الأحزاب صدرت ذاك البيان والدور ضمانات والدور أمور والدور قضايا معينة، الرئيس قال اللي شفتوا كاملين بأنه حوار تدشين افتتاحية اللي لا يخرج عن الأشغال، بل أن الحكومة دور تطبقه. إذا هذا قال أن الحوار مفتوح أمام الجميع، وأنه أيضا مفتوح أمام الجميع ما في أي محظور، هذا واضح فيه بل تجاوبهم كان تجاوب إيجابي يطمئن. طيب. وبالتالي شفت بل أن الأحزاب اللي طرحت ذيك البيان أنها ذاك هي شاركت في الحوار. طيب. إذا هذا أساس ومهم، وحاجة اللي أنا قطعت الفكرة قبيل كنت لي موصل ونحتاج معي. طيب. على أي حال سنعود إليك إن شاء الله عليها ما تتذكرها. سيد رئيس صالح الحنان، ما هي الأجندة التي تريدها الأغلبية أو يريدها النظام من خلال هذا الحوار؟ أعتقد أن تصريحات رئيس الجمهور بحمد رئيس الجمهورية الأخيرة حددت بشكل واضح أن أولاً ليست هناك خطوط حمراء في مواضيع هذا الحوار، وأن هذا الحوار لن يقصي أحداً. بالتالي هذه المسألتين هما اللي حدوا توجه الأغلبية في هذا الحوار. نحن منفتحين بشكل كامل للحوار في أي موضوع طبعاً، وسنحرص على أن لا يتم إقصاء أي أحد. طبعاً من المناسب أن تكون هذه المواضيع نتيجة تواصل ونقاش بين الأغلبية والمعارضة، حتى لا تكون هناك أجندة جاهزة لدينا نحاول فرضها على الآخر. وعلى هذا الأساس احنا حرصنا على أن يتم تشكيل هذه اللجنة المشتركة اللي ستولى تحضير الحوار، وأن يوكل لها بهذه المهام كاملة، ياك تتم في إطار اتفاقي ما هو إطار فرض طرف على طرف الأجندة الخاصة. بالتالي نحن ككل الطيف السياسي وككل موريتانيين طبعا عندنا اهتماماتنا في الحوار وسنعمل على طرحها، لكن في النهاية الأجندة الحقيقية هي ذاك اللي يتم التوافق عليه بين الأغلبية والمعارضة من خلال داخل اللجنة التحضيرية اللي تشكل. أحد النواب المعارضة السيدة كاجيا تشامارك جالوس استمعت إليها في مقابلة أخيرة، قالت أنه ربما النظام يريد هذا الحوار لم يكن يريده أصلا، وأنه تهرب منه أكثر من مرة، وأنه استجاب له تحت إلحاح المعارضة لأنه لن يوصل إلى شيء. هل هذا هو هذه رؤية النظام فعلا، هو في النهاية ما دامت الناس مستعدة للحوار بسم الله مستعد له، غير هو ما همه فعلا يعود يؤخذ عنه مخرج حقيقي؟ هذا الرأي متشائم ومناقض اللي يظهر من تصرفات النظام حتى الآن.
يسوى كان من التصرفات فخامة رئيس الجمهورية يسوى كان من التصرفات الطيف السياسي الدعم له. هذا فعلا لا يعبد. صحيح فم 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 كان تحفظ في البداية لدى رئيس الجمهورية على مبدأ الحوار لسبب بسيط، وأنه يعتبر أن الحوار اللي كان مطروح قبل الانتخابات الرئاسية الحقيقية كان حوار للخروج من الأزمة، هو لا يعتبر نفسه جزء من هذه الأزمة، وبالتالي لا يريد أن يحمل مسؤولية الأزمة السابقة، ومن هذا المنطلق كان هناك هذا. أما أن يكون الحوار أو التشاور من أجل قضايا وطنية يتم نقاشها داخل الطيف السياسي أغلبية ومعارضة، فهو عبر بشكل صريح عن تبنيه واستعداده لتنفيذ كل ما سيتمخض عن هذا التشاور بين الأغلبية والمعارضة. طيب، وربما الخشية منه أنه بدل تشاور بدل حوار، أنه مستوى من التبسيط للقضايا، وأنه المطلوب أنه لا يتعرض للإشكالات الجوهرية أو البنيوية، وإنما مجرد تحسينات في قضايا انتخابية ومسائل، ولذلك تم التحفظ على مصطلح الحوار لأنه أقوى دلالة. هذا مناقض لتصريحات رئيس الجمهورية شخصيا، لأن رئيس الجمهورية وبشكل واضح قال أن هذا الحوار ليست فيه خطوط حمراء، وأن هذا الحوار لن يقصى من أحد، وبالتالي كيف يمكن أن نقول بعد ذلك أن ندور شيء ما هو الأمور العامة؟ طيب، هذا مناقض للواقع. سيد النائب صغير، هل لديكم هذا التخوف من أنه الحوار في النهاية، خاصة أنه الآن مازال مرحلة الأولية ومازال مفتوح على كل الاحتمالات، أن يعود له يناقش لا قضايا تحسينية وتوغى الله شكلية والله جزئية، كيف لجنة انتخابات وكيف قضايا مثلا ما هي جوهر الإشكالات البنيوية التي تعاني منها موريتانيا كما يقول البعض؟ لا، يأتي حالة أنا بعد ماني شايف بل أنه ما هو لا يناقش القضايا الجوهرية اللي الحوار ما هو اللي يناقش، لناقش الطبقة السياسية. كلمة الحوار ما هي اللي تناقش، عندها دلالات وتوه وأبعاد، وذي الدلالات والأبعاد يجب أن توه نمشوا فيها إلى النهاية. يعني كل مشكل مطروح الموريتاني يجب أنه ينطرح على الإطلاوية، ويجب يملي أنه ينطرح، ما ينطرح بطريقة مجاملات أو طريقة تحسين أو طريقة مهدي أو طريقة روق أخلاق زيد والله شريحة معينة، ينطرح من أجل موريتاني ويناقش من أجل موريتاني ويمتشى فيه إلى الجذور، معناها أنه ما هي مرحلة والله له يرحل الفترة أخرى جاية، يجب أنه يرحل ترحيل نهائي. وقطعا مهما كلف الأمر الحوار فرها لي يخاض نتيجة، إما يخاض نتيجة سلبية لا قدر الله أو يخاض نتيجة إيجابية، وكل الدلائل والمؤشرات تلبل أنه لا يخاض نتيجة إيجابية. تحسينات اللجنة الوطنية والانتخابات والأمور هاي أمور شكلية نعرف عنها لن يكون عليها خلاف شديد، الخلاف الشديد سيكون على القضايا الوطنية المصيرية الجوهرية المرتبطة بالوحدة الوطنية، وهذا تحدي كبير عن الحوار يجب أنه يوخذ موريتاني من ذا الواقع اللي فيه، واقع النزاعات، واقع المشادات، واقع ياسر من الأمور اللي مطروحة واللي معنا مستحيل من طرحها إلى أن تنطرح على الطاولة. هذه يجب، بل أن الحوار هو أكبر تحدي لمن ينجح فيه ويوخذ به بنتائج ملموسة ونتائج واضحة. الدور تتقدم قطعا العجلة الانتخابية، سواء العجلة التنموية، ويسوى تعلقت بالجانب الانتخابي السياسي المحط، ويسوى تعلقت بالجانب الاجتماعي، ويسوى تعلقت بالجانب الثقافي، ويسوى تعلقت بهيبة الدولة وقيمتها وكرامتها وعزتها وشرف حتى لغتها الرسمية ولغاتها اللي يعني الجدل يدور في الكواليس. هاي الأمور يجب أنها تجبر الحل النهائي في الحوار، يجب أن نملي تجبر الحل الحقيقي والحل اللي دون مجاملة أو دون كسب ود الآخرين. الأمور ما تنحل بالمهدئات ولا بالتجزئة ولا بمراقة مرضات من الناس، ينظر حد العالم من حوله ويعرف التغيرات اللي تخلي ويشوف تسارع المتغيرات كذلك. طيب، وبالتالي يجب أنه يطرح الحضر مازال عنده الوقت والناس مصنتة والناس مستعدة، وموريتانيا في النهاية ما هي النظام ولا هي المعارضة ولا هي الأغلبية
ولا اله موريتاني الموريتانيين بصفه عامه به اللي يقول اليوم اغلبيه الصبح يقدروا يعودوا معارضه. لابد ينضج الشعب من النضج اللي يعقب يعودوا معارضه. فرض عليه الزمن يدور يعقب يجيب عليه. اذا يجب انهم يطرحوا كامل الاحتمالات ان موريتاني اللي هم كاملين وانهم يا الله الناس كامله تعدل، لكن اللي في صالح اللي لا اتانا الصبح في الجانب الضعيف اللي هو في معارضه تقريبا ما نعود لا هي نتاذى والله نتاثر والله ننكوى بشمل القوانين والله شمل الامور اللي كنت نعدلها. طيب يلا نعدل لا شيء صالح ياك اللي لا لحقت عليه في مرحله ضعف لا يحميني، ولين اللي ما نعدله ضريك انا في مرحله قوتي الصبح ما أنا. على سبيل المثال لنعطيك مثل فقط اسالك ونعطيك مثل انت يعني مثل عادي شعبوي. احنا اليوم الانسان في مرحله الشباب والقوه الدولة ترترته إلى 65 سنة، معناه أن مرحلة القوة والعطاء تقبلها منه. شيء ما حصلوا في المرحلة، قطعا أنه 70 سنة الله 80 سنة ما أدري يحصلوا. به اللي ما أدري عنده القوة البدنية ولا العقلية ولا الذهنية ولا الحيوية ولا الطاقة اللي تريد اللي حصلها. حتى زاد نحن اليوم يعني هذه المرحلة بالذات تقدر من أحسن هاي أحسن من المرحلة الانتقالية، هذه المرحلة اللي نحن فيها من حيث التسنان. اثنين اللي شي ما حصلنا فيها ما تينا واعر علينا ترينا نحصلوه. نتيجه ليش؟ نتيجه لان الشعب لاهي يفقد الثقه في السياسيين ومثقفين طيب وحكوماته. فقط سؤال بسيط، بعض اطراف القيادات الاغلبيه خلال على الاقل الفتره الماضيه كان يقولون نحن في النهايه لا نرى إشكالات يعني في البلد، لا نرى أزمات في البلد، كل النقاط التي تطرح الآن هي قضايا عادية ويمكن أن تناقش، ولكن ليس فيها أي دلالة على أن هنالك أزمة، سواء كانت أزمة سياسية أو أزمة بنيوية. عفوا، برأيكم هل هذا يدل على أنه ما يطرح الآن من طرف بعض قوى المعارضة أنه فيه مبالغة ومحاولة لتسخين الوضع في الحوار لطرح إشكالات غير مطروحة أو تضخيم مشاكل ليست بهذا الحجم؟ هذا جوابي عليه بسيط، هو بل أنه هروب أو التحرم من مواجهة الواقع. ما يجد حد اليوم أسوأ هو منه معارض في الأغلبية حيادي رأي حر ينكر بأن موريتانيا ما فيها مشاكل جوهرية بنيوية ومتعقدة وفيها ياسر عليها عندها جابرة ياسر من التراكمات وجابرة ياسر من التجاهل وجابرة ياسر من قلة الاهتمام. هذا ما في حد يقدر شيء. لنعطي على سبيل المثال من النقطتين قضية اللغة فقط، لا قضية اللغة اليوم هي يكلم على اللغة، بل اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلد وهي يجب أن تكون لغة الإدارة ولغة كذا كذا. الناس اللي عندها ثقافة فرنسية راهي أصلا من البيضان وراهي من الحراطين وراهي من الزنوج عندهم ممانعة، بل أنها ما يلا تعدل بل أنها يقصى عليهم بل أنها كذا وكذا وكذا، وهذا غير صحيح. اللغة ما هي موجهة ضد زيد ولا ضد عمر، ما خالق بلد ما عنده لغه رسميه ويلا تودي لغه الاداره ولغه الاوراق ولغه كامل واللي كامل ياخذ بها، ويلا تود العربيه هي اللغه الرسميه. لغات الفرنسيه قاع ما عندها مجال قاعهم، ولا يلا قاع نقرنوها والله نسموها والله قاع نكتبوا بها تاخذ. بها اللي لغه مرتبطه بالاستعمار ومرتبطه بالعبوديه ومرتبطه بالاضطهاد. مسموم، وبالتالي ما يلا واحنا بعد قاع نتلاو قاع نقرنوها والله نزتحوا قاع نعرفوها. من يعرفها يلا يمحي من دماغه. هذه مبدئية. ماهو سيمفونية شوي تلقى لغة حية. ماهو سيمفونية. لغة عالمية لغة مهمة. مستعمر. لغة مستعمرة. واللي يعرفوا الموريتانيين القدماء بل انه قتل ابناء الموريتاني. وبل انه رسخ جميع الممارسات السيئة في موريتانيا. لغة حية وبل انه عالمية. ما عدل فيها كيلو من قدرة. وبل انه خاض فيها ولا عدل فيها بنى تحتية. وبالتالي اللغة مرتبطة بمستعمر وبالتالي ما عندها مقارنة. طيب. خلاها ثقافة هون اياك تعود صار طارح فينا الصراع الى اليوم. على اي حال ما عندها مقارنة باللغة العربية، لغة الأكثرية اللي تتكلمها ويلا تعود لغة الإدارة، وهذا ما في شيء. كل بلدان اللي فيها 100 قومية و50 قومية و200 قومية و30 قومية عندهم لغة رسمية مكتوبة وهي تعمل بها الإدارة. وفي الإدارة يقرأ لين يجي لك نقرأ مكتب
تتكلمني بالحسنيه، ما نتكلم لك نتكلم لك الا بالعربيه، ويعطيك تعاملني بالعربي. قال ماني شايف ان خالق مسؤول قد تكتب وثيقه بالحسنيه، ما هي خالقه تصدر الوثيقه لا بالعربيه. الشارع انا ما نتحكم فيه، يتكلم طيب. البولاريه يتكلم الصينيه، يتكلم الصينيه، يتكلم الحسنيه. اذا هذه المشكلة، هذا مشكل مطروح، وهذا مشكل ما هو بسيط، ما هو بسيط، ويجب انه يواجه حقيقه ويفعل الدستور. طيب وهذه مشكلة. مشكلة انت ترى انه هذا من الملفات اللي ينبغي ان يحسن فيها الملفات الحساسه اللي يجب انه يواجه، ويجب انه اللي يطرح له حد. طيب هذه النقطة. النقطة الثانية شيء، لا نعطيك الله لتمثيلها. النقطة الثانية شيء، النقطة الثالثة هذا اللي قال له ملف الإرث الإنساني وملف المبعدين، هذا مولي الملفات يجب أنه يبين فيهم وخلاص النواقص تكمل، وذا اللي ملفاته فاته أخليك مولي يجاوب. لا ولكن يقول بعض هذه الملفات دائما لا تريد ذلك الجهات لا تريدها أن تغلق، لأن طرح سياسي يجب أنها تغلق، تحولت إلى أن تكون طرح سياسي. نحن نتفقوا كموريتانيين عليها، دورنا قفلوها. لأن احنا ما نتوافقوا على الكل، اي نتوافقوا بان هذا وحقق فيه كذا كذا كذا، مازال منه كذا كذا، النية ذيك يا بني نبدو فيه نجد. حدثت تسويات، حدثت تسويات في هذا الملف. خلقت؟ انا ماني قايل لك على الملف. اسمح لي، الفكرة انه هنالك من يقول انه هذه الملفات هي تحولت، اسمح لي، بقدر مع الوقت الى ملفات سياسية عند السياسيين يوظفونها، حتى لو تم التوافق عليها في اي مرحلة من المراحل ستبقى توظف في الملف السياسي. نعم، بلا سياسيين. حنيني لين تعدل فيها شيء ملموس. كيس على سبيل المثال عودة المبعدين، احنا حضرنا لها 2007 من اجراءاتها كامله الين مشات 10 سعر. المراحل اللي خالط فيها يجب انها تنطرح لموريتانيا اللي منها ما كان يدركها يوضحها. ذا اللي منها فات وجاوز وحد يعرف عنه جاوز صفه ايجابيه وخطا، ما تتنقبل يطرح لي ولا يطرح لي، ما طرحوا ما مصنت لك رقاب. هاي اللي قالوا ملف العبوديه خلق ذي ياسر من ناحيه القوانين. كل القوانين اللي طرحت فيه حسنه واللباس بيها وشعله وعدلت محاكم. كان اللي مطلوب شنو؟ تفعيل القوانين وتفعيل الامور. هاي مسائل طيب. مطروحه. طيب اسمح لي مطروحه قضايا الاقتصاد، ان نطرح بعض هذه النقاط. مطروحه قضيه قانون العقاب، مطروحه قضيه التنميه، ومطروحه ياسر المشاكل مطروح، وهذه طيب. ما قد تشاهد، وهذه يجب انها تجبر الحل والتصور على مدى والتنظير والاستشراف على مدى 20 سنة أو 30 سنة. طيب اسمح لي أن أطرح بعض هذه الإشكالات على الرئيس صالح الحنانة. سيد الرئيس، هنالك إشكالات مطروحة في الساحة السياسية، هنالك من يرى أنها ينبغي أن تكون أولوية خلال الحوار المقبل، منها الملف الاجتماعي الذي أشار أستاذ صغير إلى جوانب منها مشاكل تتعلق بالهوية، منها غيرها من يوميات لنقل نقاش في الساحة السياسية الموريتانية. برأيك هل هذا الحوار الآن قادر على أن يتخذ مواقف حاسمة في هذه الملفات؟ اسمح لي في البداية، وأشار لها قبيل نائب الموقر ملاحظة مهمة، وأن هذا الحوار اليوم اللي نتوقع أنه يخلق والله التشاور يختلف جوهريا عن جميع الحوارات السابقة لسببين. السبب الأول هو أنه من خلال الفات قام به من الخطوات أنه سيكون شامل، على أنه شامل للطيف السياسي وإن شاء الله للطيف المدني والبقية المهتمين بالشأن الوطني عموما، وهذه ميزة أساسية، لأنها تقريبا عاقب التشاور اللي خلق في المرحلة الانتقالية 2005-2007 وكان تشاور أولي وكان أسس فعلا البعض من الأمور، عقب ما خلق حوار حقيقي لكن اللي خلقش من الأمور الأخرى. بالتالي هذا أول حوار تحضرته الناس كاملة وتعود عندها فرصة تطرح فيه القضايا كاملة كيف قال. الميزة الثانية لهذا الحوار هو أنه حوار يتم في جو من تطبيع الحالة السياسية، وهذا مهم أن يعود فهم تطبيع الحالة السياسية وفهم شركاء الوطن كلهم طارح بلد الأخر وعارفين عن الوطن شاركهم. هذا أيضا من المسائل الأساسية اللي تسعى للحوار، عنده ميزة أساسية. فهم جانب أخر ولا يقل الأهمية هو تعبير فخامة رئيس الجمهورية وأكثر من مرة لاستعداده لمواكبة الحوار، والسلطة التنفيذية ستكون قادرة على تنفيذ جميع مخرجاته، هذا أيضا ضمانات مهمة. بالتالي هون في هذا الجو بالذات يا الله المشاركين في الحوار يسوى كانوا طيف سياسي ويسوى كانوا طيف مدني ويسوى كانوا شخصيات يطرحوا لرؤوسهم المسؤولية، لأن المسؤولية هون مسؤولية المتحاورين أساسا يا الله عدوا لمستواها.
ويلا عدوا عارفين على نفهم شو من القضايا الوطنية العالق وشو من القضايا اللي قاعد ما قطشت تخبر اللي فعلا يالتو يجبر من خلال الحوار ومن خلال التشاور يجبر الحلول المطلوبة. وفعلا هي ملفات كثيرة كما تفضل أخ، احنا ملف الوحدة الوطنية ملف مطروح بالحاح ولا بد من نقاشه، تحديد ذاك الفات خلق فيه من إنجازات تكملته، هذه أمور أساسية ولا يختلف عليها اثنين. ملف الحكامة الاقتصادية ملف مطروح، خاصة أن الفساد ظاهر عاشها البلد لفترة طويلة ولا بد أن ينطرح ويناقش ونشاف الآليات اللي تقد تحدد توجهه. التشاور اللي موحول فيه الآن على مستوى التعليم تشاور أساسي وجوهري، وهو اللي يلا يؤسس عليه في التشاور الجاي لإصلاح حقيقي المنظومة التعليمية لأنها هي أساس مستقبل البلد. طبعا هنالك من انتقد إطلاق هذا التشاور قبل جلسات الحوار، أنه وكذلك قرار المتعلق بالدوائر الانتخابية أو استحداث مقاطعات جديدة، أنه هذا استباق للحوار في ملفات كان لها تأثير على العملية الانتخابية أو لها مساس في مسائل تتعلق بالهوية وغيره، كان الأنسب أن تكون في الحوار ولا تخطف من قدامه. شفت أولا اللي حاصل الآن في مستوى التعليم ليس اختطافا للتشاور على مستوى التعليم، بل هو تهيئة ميدانية فنية للي هي سيتم نقاشه في إطار التشاور، لأن فعلا أهل الاختصاص وأهل الميدان من الطبيعي أنهم ينقبض رأيهم ومن الطبيعي أنهم يتشاوروا معهم وتنقبض خلاصات للتشاور معهم وتعود لتناقش مع السياسيين، هذا طبيعي جدا. بالتالي هو ليس اختطاف بقدر ما هو تهيئة، كيف ذلك نقول. وهنا نأكد على أن التهيئة اللي واحد فيها من سنة هي بالضبط إياك نتفاداو الأخطاء السابقة، وإياك فعلا ذلي له نعدلوا نأسوه على معطيات دقيقة ونأسوه لتحضير جدي، إياك يعطينا المخرجات للدور. هو كل ما كان التحضير وكل ما كانت المقدمات صالحة، وإن هو التحضير وانتم في الحقيقة الآن فقط لا يتشكلوا لجنة، هاي اللجنة مجموعة من السياسيين بالمشارب المختلفة، ما يعرف قاعة كان لا يتفق على نقطة واحدة، وبالتالي العملية ما زالت داخل ظلم مانع. ما هي داخل ظلم، العملية واضحة معالمها والدور تضاح خلال أسابيع قليلة دور يبدأ الحوار الحقيقي، لأن إحنا تقريبا من سنة وإحنا في اجتماعات بينية واجتماعات في كتل واجتماعات في مجموعات النقاش من الأمور، وصلت مستوى كبير من التقدم في العمل. بالتالي اللي ما خلق الاجتماع اللي خلق نهاره ذا يكون لين فات الأمور انضج منها ياسر. طيب. لو ما كان ذاك خلق ما يخلق على الاجتماع اللي شفت حضرته الناس كان واللي طبعه ذاك الجو اللي ذو يقول كل ما كان التحضير قبل الوقت الكافي وقبل الترتيبات الكافية كل ما كانت النتائج اللي لين دوره من الحوار نتائج منه. طيب قلت في هذا الإطار احنا مقدمين على الحوار، وكيف قال لا الملفات الأساسية لا خلاف عليها، تقريبا الملفات الأساسية ما في خلاف عليها، هذه الملفات الأساسية دور تبوبها اللجنة التحضيرية بطريقة تعطيها من العملية اللي قد تنظم بشكل يخرج منها مخرجات، كل ورشة تندار وحدها يحدد موضوعها يحدد المشاركين فيها وتعود ذي الورشة باتفاق الجماعة عندها مقررين ودور يأخذ منها بذلك الخلاصات اللي عنده. ما من النعود مسرحية كيف تأكل كان يخلي قصر مؤتمرات وكل حد يجي ويقول مرده يخبط يمين ويخبط يسار ويجي واحد ثاني وعاقب تقعد السلطة وتعدد ذاك اللي إذا ما هو الهامن. إحنا هامن نعود حوار سياسي حقيقي بين الأطراف السياسية وبين الأطراف الفاعلة في الشأن السياسي والأطراف اللي المهتم بالشأن السياسي ولأنها ما هي سياسية. هذا هو اللي يعطيه فعلا العمق اللي ندوره ويحتاج ملي من التنظيم اللي يجعله يخرج بالمخرجات اللي محكم فيها واللي فعلا المخرجات تعبر عن آراء الحاضرين كانوا. طيب اسمح لي أن أسأل السيد النائب، رئيس الحزب الحاكم خلال افتتاحه للجلسات قال ودعا الأحزاب دعا القوى المشاركة إلى أن تبتعد عن الأجندة الحزبية، يعني ما دلالات ذلك؟ ما معنى؟ ودعا أيضا إلى بناء الثقة لتحقيق هذا النجاح، مواصلة إجراءات بناء الثقة لتحقيق لإنجاح هذا الحوار. شكرا. شوف ذاك قضية الثقة والله لا أتفق معه جملة وتفصيلا، بل أن الأمور لا بد من الثقة، هم ثقة متبادلة ثائقين بل أن الحكومة والله مأملين لا اخترت قبل أمل أن الحكومة لا توقف تعهداتها، رئيس الجمهورية ذاك اللي قال لا يعدل هذا مهم ويطمئن ويا الله
نقبل حسن النية. ما يخص أن الابتعاد عن الأجندات الحزبية هذا لا أتفق معه عليه. باليوم هو اللي ابتعد عن أجندة الاتحاد من الجمهورية والناس مولي الحقيقة الورانية اللي معه من أحزاب ما عنده برامج واللي يكلم معه الأحزاب. الأحزاب كائنات سياسية حية وفيها الأفكار وعبارة عن جماعة ياسر من الرجال والنساء والأفكار وهي اللي تسير الدول وتسير الأمور نبته. ويا الله ما يوصل قاع للسلطة ما حد جاي من حزب اللي حد ما عنده خلفية فكرية وعقائدية وبرنامج جاي مرسوم في راسه متدرب عليه وعارف بأنه يقدر يعدله. هذا في الحقيقة قاعد معلم ناقشه بيه اللي ما عنده شيء ما هو محكوم شيء ولا عنده خلفية محكومة. ربما حتى لا نفهم كلمة الرجل بشكل خاطئ، وربما يقصد أنه تغليب المصلحة العامة وهذا لا يتنافى مع مسألة المشاريع الحزبية. هو ما هو الحزب ماني شاك أنا بعد أن وزارة الداخلية أنها ليت الحق من 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 السذاجة اللي تشرع حزب ما هو مصالح الموريتانيين ولو مصالح الوطن ولو ماشي على الطريق العام. يا غير كل حزب عنده برنامجه وذاك البرنامج هو اللي حاول بيلي لو أن برنامجنا كامل واحد ما نعد نعود حزب واحد نرجع شور بابام حزب الشعب الموريتاني. يا غير إحنا في التحالف نختلف عن الإخوة في حاتم، الإخوة في حاتم يختلف ولو أن نتفقوا في العناوين الكبرى يا غير التفاصيل والجزئيات. طيب قد نختلف حتى مولي البرنامج ان نحن لا نعالج على سبيل المثال لا نعالج نحن وضعيه التعليم بالمدرسه الجمهوريه يقدروا ما عندهم طرح. يا غير في النهايه يثمنوا قضيه المدرسه الجمهوريه المهم من الطرق انت تجي من اله وانا اجي منهم وبالتالي الاحزاب لا بد ان تكون رايها حاضر وهي المسؤول الاول وهي يا الله مولي يناقش معاها بصفه جديه ويخرص برامجها بها اللي ما لا 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 شيء لا لا يتناسى رقاش والله يشك عن ما خارج حزب ما يقدر يوصل للسلطه. صبحي يقدر ترشح منه على سبيل المثال شخصيه اعتباريه ومهمه ويوصل للسلطه ليطبق برنامجه. طيب يجب انه يكون التعامل الحذر. طالما انه ما نتحدث عنه حتى الان هو جلسات تمهيديه وان الموضوع ما زاد فيه لجنه لا يتحضر للحوار، هل هنالك خشيه فعلا انه هذا الحوار في مرحله ما يمكن ان لا يتوصل الى شيء يمكن ان ينفض من دون ان ينجح؟ بالنظر الى مستوى الضبابيه حتى الان بشان ملفات التي ستناقش الاجنده الزمنيه وغيرها. شوف انا في رايي انا بعد المتواضع ان اولا ما فهم ضبابيه بالمعنى بالمفهوم العام. يا خير قد تهم مراوغات والله جدل والله عدم تحديد باطقة اتفاق عليك المفاهيم والأمور الذهية. الثانية اللي نختار عن ذا الحوار ما يشرشم أمل للموريتاني يجب أن نعطاه الوقت حتى إذا طلب 6 أشهر ولا 7 أشهر نعطاه الوقت أن ينضج ما يجي بسرعة بالتالي له يعود الصبح لا يخلي شيء من الاثار لا بد ان من الصبح ولا نهار اخر فهو الماموريه الثانيه على سبيل المثال تنتهي الماموريه لكن اللي يجي يقول لي نفتح حوار، تفتح حوار علاش؟ يلا تود فترتنا كامله وحياتنا كامله لا الحوار رغم ان الحوار في السياسه هو اللي قدمه وفي المجتمعات هو اللي قدمه يا غير ما هو الحوارات اللي تود منظمه مسائل يعني تشاورات نقاشات وتصنات والعمل اكثر اللي نحن إذا قعدنا في قصر المؤتمرات والله في بلاد اخر مضينا الشهر والله هنا نحن نرد ومخونا بياسر من الامور النبته ولا وطبق من الشيء لا فائده فيه. ليا هو اسمه الفتره الانتقاليه وعدل ياسر من النصوص اللي كانت تقدر لا تقدم وعدل منها ذاك اللي مرتبط وشايفين اعضاء الحكومه ذيك الساعه بانه يخدمهم وعدلوه خلاص تخطاهم. جاءت الفترة اللي عاقبك وجو فترة محمد عبد العزيز وعدلوا مجموعة من الحوارات وخلق بيمات والنقاشات جمعوا فيهم محضين من الموريتانيين وغيروا إلى موريتاني وجابوا قوانين قالوا عدل منهم ولي ذاك اللي شايف الحكومة بأنه يخدمها. احنا ضريك يلا نعدلوا حوار طيب. قوي وأول بعد شي منه هو قضية قال سيد الرئيس الحكام الاقتصادي وقضية هذا الفساد لابد من يطرح لحد
في موريتانيا ما نضيع هذا. طيب فسر ما هو قضية يتفق عليها، هي قضية إجراءات. قضية بعد إجراءات يتفق عليها. ما هو محتاج، هو متفق على الفساد يبغي يحارب. يتفق لي بها اللي ينتخ يوخل الحوار بتوصية بأن الحكومة يا الله تعود يقظة ويا الله تعود من كل سنة تشر التقارير، تقارير حكمة الحسابات، حكمة الحسابات والمفتشية العامة ولجان الرقابة في البرلمان والمفتشيات الخاصة في الوزارات، هذا يا الله تم تقاريرهم تنتشر سنويا ويا الله حد نعرف بأنه مفسد ما يكرم بأنه هي تنتشر، مشكلة ترتيب شعليها هي أحيانا تنتشر ولكن مشكلة ترتيب شعليها هي تنتشر، ما هو لا المهم نشرها، المهم تنفيذها مع النشر، إليه تنتشر تنفيذها مع النشر وتفعل المحاكم ومحكمة العدل السامية تفعل ملي وتشتغل وتعود الأمور ذي الحكامة إلين اللي ما تعيشة موريتانيا ما 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 ذا اللي واحد فينا احنا الفيافي به اللي إذا كامل سرطان هو الفساد وسرقة أموال الدولة، سرقة ملي رواخية وهذه من 60 إلى اليوم ما زالت ماشية، ملي ماشية بوتيرة متسارعة ما هي في التناقص، سلم ما يتناقص، سلم لا ماشي فيه. طيب ما الذي يمنع من البدء في ما الذي يمنع من البدء في محاربة الفساد؟ لماذا ننتظر حوار حتى نحارب الفساد؟ لا ما هنا ننتظر حوارنا يا كننا نحارب الفساد يا غير الحوار يا الله يؤود في توصياته والله في قراراته القوية هو الاهتمام بهذا الجانب بصفة خاصة، هذا الجانب لا يقل أهمية عن قضية الوحدة الوطنية وعن قضية التعليم. بهاللي اليوم الحروب في العالم ما مسببتم قاع قتل الواقيش ولا مسببهم انتهاك حقوق الإنسان، أنت مسببهم دجال الدين الدرهم والدولار والدينار، هذا هو اللي مشعر الأمم إن الفقراء والله الناس والطبقات الكادحة اللي كانت مسحوقة وكانوا الملوك يعدلوا فيها اليوم ما تقابلت وتصمق بظهر بلدها الطريقة اللي صار تعبر بها عنها تعبر بعصيان مدني يخلق انفلات أمني، لا خلق في ليبيا ذاك قوة راهو فيه، خلق في كل بلد الهدف الأساسي ما هو المحرك ما هو على السلطة لا من أجل أنهم يجيبوا الأحسن إياك أنهم يحضروا ظهر بلدهم. طيب اللي يعرف عن الرئيس يعود لا واحد يا غير الحوت قد يعم علينا كاملين فايته. طيب الذهب فايته تعم علينا كاملين، البترول فايته تعم علينا كاملين، الثروه الحيوانيه فايته تعم علينا كامله، يا غير الرئاسه والله وزاره واحد ولا رقاش واحد والناس فين متقاتلين؟ ناس متقاتله للقوت. اسمح لي ساعود اليه قبل انتهاء البرنامج، الوقت بدا يضيق. السيد الرئيس استاذ صاير طرح مشكله التطبيق انه في النهايه اجريت حوارات خلال المراحل الماضيه بغض النظر عن انها لم تكن شامله ولكن كانت فيها ايضا اصلاحات بما فيها اصلاحات دستوريه والى اخره، ولكن المشكل كان دائما في التطبيق انه السلط تنفذ من هذه الحوارات ما يناسبها أو ما يصب في مصلحتها، وبالتالي ربما يكون هذا نفسه ما يشير إليه بعض أطراف المعارضة التي يقول أنه بعضها يشكك الآن في أن هذا الحوار سيثمر، ربما يشيرون إلى أن المخرجات في النهاية ستكون بين يدي الحكومة، الحكومة ممكن أن لا تنفذ إلا ما يخدمها. هذا إشارة القبيل غير ابنكم ما توقفت معه، أنا قلت على أن هذا الحوار تشاور يختلف عن سابقيه في مرحلة محمد عبد العزيز. اللي كان يخلق في مرحلة محمد العزيز عود رئيس السابق محمد عبد العزيز عنده هو شمل البلد يختاري واخذه وظاهر له عنه قد واخذه لا يعدل ذيك المسرحية اللي ذاك نبتها. وذا هو اللي جعلنا في المعارضة ذيك الساعة تحاورنا معاهم مثلا حاول كان ذيك الحوارات تعود حوارات جدية حقيقية يا غير في النهاية وضح لنا انها ما هي جدية وتوب. وهذا هو السبب انقاطعه لأن قاطعت المعارضة كاملة في ذيك الفترة والله بعد أغلبها العاد شارك منها أغلبيتها ذيك اللي عارضت به اللي وضاح عن الحوار المرجو منه ما هو حل المشاكل، المرجو منه بعض الأمور اللي عند النظام يختار يعدل. طيب وبالتالي عدل ذيك المسرحية ما يقدر يصح ضرك عندك عنه قد عد النظام ركتيا هو شو ما يدري وقت عادي قاع ما أول إشكال جاية بالتالي ذيك 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 ذاك اللي كان النظام يدور يوخذ يوخذه ذاك اللي ما يدور يوخذ ما هو مخلوق ولا حدد له في الحوار آلية تضمن انه يوخذ وهذه من الامور المطروحه درك احنا درك كيف قلت لك اذا يختلف عن اولا هذا حاضرته الناس كامله ما فهم حد مستثني منه معارضه واغلبيه وهذا يجعله فعلا شامل هذه مساله اساسيه. المساله الثانيه ان ذيك الاخطاء اللي خلقت واللي استغلت الانظمه السابقه في خلاصات ولا مخرجات الحوار احنا يلا اليوم نوضع آلية ان ما نوقع في نفس الخطأ
وهذا سيكون موضوع ورشة خاصة من ورشات ومطلب بعد عند بعض الناس من ورشات الحوار نفسه. شين هي الآلية لمتابعة تنفيذ مخرجات هذا التشاور؟ واعتقد جازما ان فخامه رئيس الجمهوريه التزم بشكل واضح بانه سيطبق جميع هذه المخرجات، وهذا تعهد من رئيس الجمهوريه مهم. يقول يلا التشاور يضع الاليه اللي تضمن متابعته وتنفيذه. طيب. وهذه هي ميزه الحوار التشاور عن الامور السابقه. طيب قبل ان ذقت اليوم الشعب الموريتاني فخامه رئيس الجمهوريه معارضته وموالاته ظاهر عنها لا تقارن بذقت الشعب الموريتاني النخبة السياسية في المرة الماضية بالرئيس السابق محمد العبد العزيز. طيب الآن ما تأثير هذا الحوار فيما لو تم وخرج مخرجاته، ما تأثير ذلك على العملية السياسية والمسار الديمقراطي؟ هل سيخدم تعزيز المسار الديمقراطي الموريتاني؟ باختصار. أنا ما نختار نسبق الأحداث بلندور مازلنا نراه فرص النقاش. أنا ظاهر لأن فهم مواضيع أساسية وتهم الموريتانيين بشكل عام. هذه المواضيع الأساسية فعلا، الوحدة الوطنية موضوع أساسي، والحكامة الاقتصادية موضوع أساسي. يقير موضوع الحكامة السياسية هذا محدد للأمور الأخرى كاملة. الحكامة السياسية لابد من إعطائها ما تستحق من النقاش لنأخذ منها بمخرجات تحصن العملية الديمقراطية من اللي وقع فيها في المراحل السابقة، خاصة في فترة رئيس السابق محمد عبد العزيز. لابد من هذه المنظومة السياسية يتم معالجتها بشكل جدي. هذا لين يخلق له يضمن فعلا مستقبلا شفافية حقيقية في العملية السياسية، وهذه هي هذه هي اللي تجعل العملية السياسية عندها أفق في التطور. لأن كل ما كانت في عملية سياسية ناضجة وتتطور كل ما انعكس هذا على جميع مجالات الحياة الأخرى، وكل ما حس الحاكم أي حاكم بأنه مساءل وبأنه مسؤول قدام الشعب، وهذا هو الأساسي. هذا ظاهر لأنه من المواضيع الجوهرية اللي بالتأكيد نتوقع أنها يخلق فيها تقدم المسؤول. اسمح لي أن أسأل في الختام سيد النائب نفس السؤال، هل ما رأيك في تأثير هذه نتائج هذا الحوار فيما لو تم على مستقبل العملية السياسية والديمقراطية؟ لا يتحال، أنا واسع عن تأثير يا الله يود الله، تأثير إيجابي، بأنه هو الهدف منه أنه أولا يدفع أن العملية السياسية إلى الأمام، بل أنه ينقح ذوك الاختلالات، وبل أنه يقترح لهم حلول تؤدم إلى حلول مرضية وباتفاق الجميع، وبأنها تقدم الديمقراطية وتقدم الممارسة السياسية وتأخذ في الحسبان تطورات والتغيرات والمتغيرات العالمية، خصوصا هذا بعد الربيع العربي وحتى مرحلة الانقلابات اللي عاد قاعدة تلحق الدول الكبيرة اللي تعرف عتيقة في الديمقراطية. إذا هذا كامل الأسباب وذي يلا يحلل وينقرأ ويندرس ويخرص أبعاده، وهذا تعود على الأقل لهذه الحوار له يجيب مخرجات لهذا من أجل تجنب ذا الشكل انقلاب مع ضام حد من الانقلابات ما يقدر يخلقه، الانتفاضات الشعبية العفوية مع ضام حد أنها ما تخلق، العصيان المدني مع ضام حد أنه ما يخلق، الثورات مع ضمن حد ما دخل. يا غالي قد يضمنها باش إلين يحصن العملية الديمقراطية العملية السياسية ويعود عاطيها الأهمية ومقابل ما اللي بيها هذا المتاح في العالم نظري أجد وحدث أسلوب ونموذج قاد يخلق في اللي قال له الممارسة الديمقراطية. اسمح لي أطرح عليك سؤالا قبل أن ينتهي الوقت. سمعت من يقول أنه المعارضة في هذا التشاور أو الحوار ستكون فرصها في تحقيق بعض مطالبها أضعف، لأن ميزان القوة ليس في صالحها ولأنها لم تتخذ مواقف قوية يمكن أن تضغط بها على النظام، وبالتالي ستكون مخرجات هذا الحوار في صالح النظام
أكثر مما هي في صالح المعارضة أو هامش المعارضة في تحقيق مكاسب في هذا الحوار أو التشاور ستكون أقل وأضعف. زين، شوف هذا أنا قاعد ماني شاك عن المعارضة عندها مكاسب لا هي خاصة، يعني مطالب سواء كانت مطالب عامة أو خاصة. المطالب مطالب للجميع، وإذا مشينا مولينين لها يا الله يعود عدد المشاركين في الحوار من الأغلبية يساوي عدد المشاركين في الحوار من المعارضة، وبالتالي ما نشاك النفع من هاتري نطرحناهم بعد على نحيب العدد 60-60 والله 100-100 والله 50-50 معناها عن يجب أن تعود العملية متفق عليها. الثانية عني واسعة المطالب والأهداف كاملها اللي مطروحة اليوم هي أهداف الصالح موريتاني، إذا جابتها الأغلبية وعادت مفيدة يلا المعارضة تمشي معها، وإذا جابتها المعارضة وعادت مفيدة يلا الأغلبية تمشي معها، وعندي يعني عندهم التجارب من السابق ويلا يطرحوها، يلا يطرحهم اللي فعلا الوضعية الاجتماعية المعيشية واللي ما تكلمنا عنها هذه أساسية، يلا يخلق مخرجات الحوار يسوى قاع شنو إلا كيف تدقارك اللي هي فرصة التطعيم كل شيء مربوط به حتى مولي كل شيء يلا يرتبط بالزراعة، يلا ترتبط بالزراعة بين اللي نعودوا اللي ما ننتجوا إلا الأقل قوتنا اليومي ما عندنا أمن صلاة غذائي ولا أمن قومي ولا أمن كذا، وهذه المواضيع ما يلا تقيم وهذا يرتبط بشمامه ويرتبط بإصلاحها ويرتبط بمراجعة القانون العقاري ويرتبط بأن الأرض لمن أحياها، هذه الأمور يلا ترجع له ويلا يركز على ذا إياك نقدوا ننتجوا ونعودوا ننتجوا كيلو من البومبيتير خالي إيوار كانت يا بعض من الأحيان تماتاية شبه من الصاروخ بكل تماتاية لتكره صاروخ ليتدمر به بده. شكرا جزيلا للسيد النائب صغير العتيق نائب برلماني حزب التحالف الشعبي التقدمي، وشكرا كذلك للرئيس صالح الحنانة رئيس حزب الاتحاد والتغيير حاتم على المشاركة معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام أنقل لكم تحيات فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.